الغني استشاري العلاج الطبيعي في اسكندريه. طبعا بشكر دكتور محمد حلمي دكتور علاء بلبع ومجموعه الفاكير الهايله اللي هم دعوني للمؤتمر ده، وانا سعيد جدا ان انا اوصيكم النهارده. دكتور محمد حلمي في التوب بتاعه قال ان احنا الدايركت اكسس ده حلمنا كعلاج طبيعي كلنا نفسنا نحققه، تمام؟ انا اعتقد انه مستحيل ان احنا نتكلم في الدايركت اكسس من غير الكلام اللي انا هعرضه عليكم بسرعه دلوقتي. خلاص؟ ده اعتبروه مجرد بس انتروداكشن كده، او ان انا منكش كليكم شويه في حاجات بتشوفوها كل يوم، لما تشوفوها دلوقتي هتعرفوا ان كنتوا بتشوفوها كل يوم. كتير قوي برضه الدكتور قال له انا جالي لو باك بين تاني بالتليفون، فبيقول له روح لدكتور العلاج الطبيعي يكمل العلاج بتاعك من غير ما يكون شافه اصلا، تمام؟ وفي احيانا بيبقى في بعض الفايندنجز اللي كانت ما كانتش موجوده اثناء الاكزامينشن، وعلى بال ما عمل ريفيرال وجا عندنا ابتدت الفايندنجز تظهر. طب ليه انا اخترت الباك عشان اتكلم فيه على الكلام ده؟ لسببين بسيط جدا، ان الباك تقريبا 80 او 90% من البوبوليشن بيجيلهم لو باك بين، وتاني حاجه ان هو اخطر مكان بيحصل له الفيرد هو الشولدر الفيرد بين. طيب ايه الثلاث حاجات اللي ممكن او اكتر حاجات ممكن تسبب مشاكل بتوفرلاب مع الباك بين اللي احنا عارفينه؟ الفيسرال بين ميكانيزم، سايد افكت اوف ميديكيشنز، والكوموربيديتيز. ده التقرير بتاع منظمة الصحة العالمية، أنا جايب لكم بس سكرين شوت منه، بيقول إن في 24% من المصريين بيدخنوا،
سواء توباجو او شيشه، في 66 من الومن عندهم اوفر ويت، 42% اوبيستي. طبعا احنا كده رقم 2 في العالم بالنسبه للاوبيستي بالنسبه للارقام دي. 17% عندهم دايابيتس، 40% عندهم هايبر تنشن. طب ايه اهميه الكلام ده بالنسبه لنا؟ ببساطه كده دول المرضى اللي احنا بنشوفهم كل يوم تقريبا، وسواء الكومر ويتس دي او الميديكيشنز اللي بياخدوها زي ما هنشوف دلوقتي ممكن تاوفرلاب مع الفايندنج اللي انا بلاقيها كلينيكالي في المريض بتاعي. برضه فيتامين دي ديفيشنسي، دي برضه من 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 الموقع بتاع دبليو اتش او بيقولوا ان احنا من اكثر الدول في افريقيا، وتقريبا تقريبا في بعض الستاتستكس بيقول ان احنا وصلنا يمكن 60% من البوبيوليشن عندنا عندهم فيتامين دي ديفيشنسي. طب ايه علاقه الفيتامين دي ديفيشنسي؟ اي حد عنده فيتامين دي ديفيشنسي هتلاقيه عنده بون بين وعنده ماسل بين. طب انا لو بعالج المريض بتاعي مش المفروض ابقى عارف الكلام ده؟ بالنسبه للبريفلنس بتاع الانيميا هنلاقي ان احنا في الشرق الاوسط، عشان ما اطولش عليكم، تقريبا احنا على الاقل. ودي برضو لو خدتوا بالكم كده من السيمتومز بتاع الانيميا هتلاقوا من ضمنها ماسكولار ويتنس، برضو لازم احطها في الكونسيرنس بتاعتي وانا بعالج المريض بتاعي. طيب امتى ان انا وانا بعمل انترفيو مع البيشنت ابتدي ابص ان في حاجه لا انا ممكن ابقى ليها حبه كونسيرنس بالنسبه لي؟ لو البيشنت وهو في الانترفيو انا مش لاقي له كوز، مش لاقي له ايثيولوجي الكومبلين بتاعه، لو السيمتومز اللي عنده دي، ودي طبعا تقريبا يمكن اكتر حاجه بنشوفها، بعمل له الجلسات بتاعتي وبعمل له اسسمنت صح وبعمل له كل حاجه صح ما بيخفش. لو بيخف بعد شويه بيرجع تاني. طيب هل الكلام ده طبيعي؟ طيب لو عنده جراديوال او بروجريسيف او سايكل برزنتيشن للسيمتومز، يعني تقريبا كل يوم مثلا العصر بيحس ان السيمتومز دي بترجع له تاني، هل ده طبيعي؟ طب سيمتومز unrelieved by rest or change of position، ده طبيعي بالنسبه لشغلنا؟ if relieved by rest or position بعد شويه الحاجات دي ما بتاثرش معايا. لو انا بحاول اعمل بروفوك للسيمتومز ومش عارف، لو السيمتومز دي don't fit expected mechanical or neuromuscular pattern، لو السيمتومز دي seem out of proportion to injury، يعني هو اتخبط في حته وفي حته ثانيه خالص هو بيشكي منها. symptoms persist beyond the expected time of that condition، انا متوقع ان البيشنت ده يخف او يتحسن بعد ثلاث اربع جلسات، قعد شهور مش عايز يتحسن. pain that poorly localized، مش قادر احدد مكان يعني ولا درماتوم ولا ميتوم ماشي معايا. symptoms associated with bilateral pain, numbness or tingling. symptoms associated مع bilateral edema، ده دماغي تروح ناحيه السيستم الجديد على طول. بيرسونال او فاميلي هيستوري اوف كانسر، طبعا ده ريد فلاج على طول. يعني لازم دايما يبقى عيني في وسط راسي اول ما الاقي مريض عنده فاميلي هيستوري اوف كانسر. وعشان كده هتلاقي في كتير قوي ريفرنسز بتقول ان اهم حاجه ان احنا لما ناخد فايتال ساينس بتاعت المرضى بتاعتنا، ممكن يكون ده يمكن اول ورنينج ساين ممكن نشوفه، ممكن يبقى دليل على ان في حاجه سيريس بعد كده. وزي ما سيريس قال قبل كده ان تقريبا التمبريتشر من اهم الحاجات اللي ممكن ناخدها من الفيتال ساينس. لو لقيت في سكين تمبريتشر ديفرنس فروم سايت تو سايت، لو لقيت في بوست بركشن تيست على السباينس بروسس، لو لقيت في ريسنت ويزن 6 ويكس انفكشن، لو لقيت الكرنت فلو اور كول ريسايكل كباتر، لو في ريسنت هيستوري اوف تروما وخصوصا لو ما عملش راديولوجيكال اكزامينيشن كويس، لو بياخد امينو سبريسنت. طبعا عندنا بقى السبستانس والدراج ابيوز، ده حدث ولا حرج، يعني تقريبا كده مش هتلاقوا مريض مصري لما تلاقوه بيعدي على حاجه من الحاجات دي، بيشرب كميه شاي قد كده، بيدخن قد كده، بياخد ادويه بدون ما يرجع للدكتور. الناس اللي بتعمل دايت وبتاخد سبرتين وبتاخد ارتفيشال سويتنرز،
طب الحاجات اللي ليها علاقه هنشوف دلوقتي. طبعا الايدج والجندر ممكن تبقى ورنينج ساين بالنسبه لي، لما يجي مثلا مريض عنده 15 سنه وعنده لو باك بين او فوق ال 55 years. سيدنتري لايف، بادي ماس اندكس وخصوصا لو عدى 35، دوميستيك فيلنس. طبعا من زملائنا الفيميل ممكن يعرفوا الحاجات دي اكتر مننا بكتير. اول جراحه الانكوبيشن. وعشان كده يمكن دايما بقول للزملاء ما ينفعش ان انا اعالج مريض وانا ما اعرفش بيشتغل ايه. ما هو ممكن يكون بيتعلق بيتعرض للبويزنج او كونتمنيشن وانا ما اعرفش. كونستيتيوشنال سيمبتومز، لو عنده فاتيج، لو عندها فيفر، لو عندها ماسل بين، لو عندها هيديك، لو عندها ويت لوس فور ان لونج كوز. ريسنت يورينري تراكت انفكشن، خصوصا لو خلال ست اسابيع. سيجنيفيكانت ويت لوس او ويت جين وزود ويت كنترول، ما تعملش دايت وفي الوزن بيزيد او بيقل. بين اكومبانيد باي فول اند بينلس رينج اوف موشن، هل ده طبيعي؟ ايه السؤال؟ طب طبيعي ان لو في ماسكل سكيلتال بروبلم لازم هتلاقي فيه تأثر، يا اما في البين يا اما في رينج. لكن لو الاثنين موجودين وطبيعيين جدا لازم افكر ان ممكن تكون حاجه بيوند الكلام ده. طيب بروكسيمال ماسل ويكنس، وخصوصا لو في تشينج في الديب تندر ريفلكس. بين ذات كونسيستنت ويز ايموشنال او سايكولوجيكال اوفرلاي، او لو في نايت بين، خصوصا نايت بين لو ما بيتغيرش مع تشينجينج اوف بوزيشن. يعني في حد بيشكي ان هو عنده نايت بين وبيغير بوزيشن ما بيتغيرش. بين ديسكرايب اتس روبينج، بيعمل نبض، ده ماسكول سكيلتال. وعشان كده لو في مريض شكلنا في حاجه زي كده لازم نكون عارفين نقيس البالس الدورسال سبيدس او البستيريو تيبيال ارتري او الفيمر ارتري. لو في حد عنده السيمبتومز بتتغير مع الاكل او مع الادويه. لسه جاي دقيقه. خد دقيقه؟ طب انا عايز اجي بسرعه. انا خلصت 20 دقيقه؟ طيب لو لقيتوا بيريس او بينفول ميز بالمنظر ده. طب كلابينج اوف فينجرز، لو لقيت حاجه زي كده بايلاترال لازم افكر ان ممكن تكون في حاجه سيريس. بلاتر تشينج في النيل بيد. طبعا انا مش دوري ان انا اشخص كل حاجه واعرف كل حاجه في الدنيا، لكن على الاقل دوري ان انا مونيتور اي تشينج، وخصوصا لو العين بتاعي ما بيتحسنش. لو في بايلاترال بالمر ريسيما ممكن افكر في ليفر ديزيز او كده. لو في سكين بيجمنتيشن تشينجز. لو في سيمبتومز اكومبانيد باي سكين راش، وانا اكتر من مره تحول لي مريض وبعد طبعا على بال ما جاء من الدكتور بتاعه كان فات اسبوعين او كده لقيت ان في نيرف ترانك عامل سكين راش. بفكر في ايه؟ تعرف على طول هو شخص غلط، وخصوصا طبعا لو الدكتور لقى مثلا ال 4 ال 5 ديسك هيقول لك هو ده، مش هيحاول يعني يدور على حاجه اكتر من كده. لو في بين اكومبانيد بالبوست منوبوزال بليدنج. لو في انيوجوال منسترال سايكل. طيب يمكن دي اهم حاجه كنت عايز اوصلها النهارده اللي هو السايد افكت اوف ميديكيشن، عشان تقريبا احنا كلنا بتعدي علينا وبنعدي عليها مرور الكرام. لو في طبعا احنا عندنا مفيش يعني اقول ايه كارديو فاسكولار ديزيز، مفيش مريض كاردياك الا لما الكليبي بياخد كاردياك دراجز بقاله شهور واحيانا بقاله سنين. فمريض زي ده لازم اخد بالي انه ممكن يكون عنده هيديك، ممكن يكون عنده ابدومينال بين، ممكن يكون عنده مصر كرانك، ممكن يكون عنده مصر ويكنس. فلازم الفت نظره لحاجه زي كده، ان انا ليا رول او ان دور اوصله مش هقدر اتعداه. انا حاجة في الحته دي بسرعه.
ناخد بالنا لو في مريض بياخد سترويدز. انا مش هشرح بسرعه، انا بس هقول لكم بس الادويه اللي ممكن ناخد بالنا منها وممكن تتعارض مع شويه. لو في مريض بياخد سترويدز وفلكساسين، اي حاجه اخرها فلكساسين. اتفضل. اللي قبلها تاني معلش، ليه في الدوري الاسترويدز؟ ما عليك. طيب لو في مريض بياخد سترويد وعنده بروكسيمال ماسل ويكنس لازم اخد بالي. لو في مريض عنده بياخد سترويد وعنده هيب بين لازم اخد بالي، لان ممكن يعمل افاسكولار كلوز وانا مش واخد بالي. تمام. سيبرو فلوكساسين، انا هجري بس بسرعه على دي. ممكن نلاقي سيمتومز زي دي، وخصوصا بقى لو هو عنده L4 L5 هنقعد ندور بقى في الظهر والمشكله في الانتي بيوتيك اللي عنده، وخصوصا اخر 6 شهور. لو مريض بياخد انتي كواجلانس ما ينفعش اعمل له ديب فريكشن مساج وتقل ايدي، لان هتلاقوا تاني مره عامل لي مطوب قد كده. لو في ميل بتاخد كونتراسبتيف بايلز، وخصوصا لو سموكر او هي فوق 35 سنه لازم اخد بالي من فينس ثرومبوزس. طبعا الناس اللي شغالين في الدايت هيلاقوا ان الحاجات دي تقريبا كل مصر بتاخدها، ديوريتيك ولاكستيفز والحاجات اللي زي كده. دي بتعمل الكترويد امبالانس يا جماعه، بتعمل ماسل ويكنس. هعدي بسرعه برضه. لو طبعا السنه دي خصوصا سنه الكورونا، الناس اللي بتاخد بنادول قد كده وقادره القهوه في نفس الوقت، ده بيعمل هايبر توكسيستي. الناس اللي بتاخد بيزو تركسيت ده اوتو ايميون ديزيز، وفي نفس الوقت تاخد مانا ستريدا انتي انفلاماتري. انا هعدي بسرعه. طبعا مانا ستريدا انتي انفلاماتري مشكله كتير جدا، يعني ارجو ان كنتوا تبصوا عليها. تمام. الناس اللي بتاخد ترانكولايزرز وانتي انفكتيف دراجز وانتي ديبريسنج دراج، ده ملخص يا جماعه. الصوره دي الموست نقول ايه، اخطر ادويه اتباعت في مصر سنه 2020. تمام. انا عملت طبعا عشان ضيق الوقت عملت زي سيرفي كده سريع عليها. مفيش دواء فيهم اللي هتلاقوا فيه نيورو ماسكولار او ماسكولو سكيلتال افكت، سواء في اللونج تيرم او في الشورت تيرم. فلازم ناخد بالنا لو في مريض بياخد حاجه من الحاجات دي. يعني مثلا على سبيل المثال الكريستور ده، دكتور حتى نجم يعني قال بسرعه كده، الاي ام جي لما واحد بياخد ستاتين بيلاقي ايه؟ بيلاقي ان في حبه ماسل دامج. طب شوفوا بقى كم واحد في مصر بيعدي تحت ايدينا وهو بياخد ستاتين اللي هي ادويه الكوليسترول. تمام؟ رسالتي في النهايه ان احنا يا ريت ما نبصش على البني ادم ان هو ده بس، البني ادم هتقول ده. اخر حاجه عايز اقولها ان ناشونال انستيتيوت اوف هيلث بيقول ان 5% بس من البراكتيشنر هم اللي بيعملوا سكريننج للمريض، فريت ان احنا نكون منهم. وزي ما قالت the art of clinical diagnosis lies in the ability to ask the right questions. شكرا.